معنا على الهاتف الكابتن عبد الله العنزي حارس نادي النصر. مساء الخير يا كابتن. مساء النور اخوي تركي، مساء عليك. اهلا وسهلا فيك. اول شيء طمنا على اصابتك، كيف اصابتك؟ لا الحمد لله، طيب الامور ان شاء الله. الحمد لله. عبد الله، طلبت الحديث معنا في البرنامج قبل شوي وقلت انه عندك نقطه تبغى توضحها، تفضل. اي نعم، انت على اللي هو على سالفه موضوع الاعتذار. موضوع ايش؟ الاعتذار. يا شباب ارفعوا لنا الصوت الله يخليكم، بس عشان اسمع عبد الله زين. تفضل عبد الله. الاعتذار اللي هو الاستاذ فايز المعجل. اي طبعا انا ما اعتذرت، ما راح اعلن الحين، ما اعتذرت ابدا ولا راح اعتذر. ولا راح تعتذر؟ ولا راح اعتذر، لان الموضوع موضوع كرامه، انا ما راح اتناقش ولا راح. ايش اللي صار؟ ايش اللي صار عبد الله؟ اخوي تركي اعذرني من الاجابه، بس انا خلال يومين هذا راح اتكلم في كل شيء، بس انا بوضح نقطه، اني اعتذار ما اعتذرت ولا راح اعتذر. الموضوع لهالدرجه كبير يعني صاير؟ الموضوع اكبر من اللي قاعدين يقولونه، وفي اجتهادات اعلاميه. ايش اللي انقال؟ انت قول لي ايش اللي انقال اول عشان مسح. والله اشياء كثيره، انا اشياء كثيره اخوي تركي، بس حبيت اعلق على النقطه. ما يخالف، ما يخالف عبد الله. اي نعم. التوضيحات اللي تبغى توضحها بعدين نحترم رغبتك، بس ايش اللي انقال في الايام اللي راحت وانت ترفضه تماما؟ طبعا اكثر شيء انقال انه الغلط اتحمل انا 100%، وانه على ما قالوا موضوع فذا ابدا، الموضوع من كذا والموضوع اكبر من كذا، انا ما راح اتكلم الحين باكثر من ذا الشيء اخوي تركي. طيب تكلمت مع اداره النادي ووضحت لاداره النادي الموضوع اللي اكبر من كذا؟ انا وضحت لاداره النادي، وعندهم كل شيء، طبعا عندهم الخبر في كل شيء، وانتظر القرارات، ما عندي اي مشكله في اي قرار تاخذونه، لكن انا عندي مبدا واحد، الانسان ازم عليه كرامته قبل اي شيء. يعني مست كرامتك في الحادثه اللي صارت؟ كثير كثير كثير. طيب يعني مين اللي قالوا ان انت اعتذرت؟ والله قبل مباراه، على حسب ما جاني واحد، والله ما ادري حتى مين، من اعضاء مجلس الاداره، نتكلم قبل مباراه التعاون، انه قال اني انا اعتذرت بشكل رسمي قبل مباراه التعاون. قبل مباراه التعاون. نعم، انه انت اعتذرت، وانه هذا كلام غير صحيح اطلاقا. ابدا ولا راح اعتذر، وانا اعلن الحين ولا راح اعتذر، والموضوع اكبر من كذا اخوي تركي، واليومين الجايه باذن الله انا انتظر بس وش الشيء اللي بيصير. شلون يعني اليومين الجايه؟ حيكون في مؤتمر صحفي، حتخرج في لقاء تلفزيوني؟ والله الى الحين، بس اليومين الجايه باذن الله راح يبين كل شيء. طيب عبد الله، اي احد من اداره النصر الان يسمع كلامك؟ نعم. يقول ليش عبد الله يتوجه للاعلام؟ مش حترد؟ ليش؟ لانه اخوي تركي احس الموضوع اخذ اكبر من حجمه، وانا انه انا الشخص الغلطان، والمسؤوليه كلها انا اللي اتحملها 100%. لا ابدا، الموضوع انا قلت لك خلال اليومين الجاي باذن الله راح يتبين كل شيء، وانا ما ابغى لا احد يتعاطف، لا من اداره النادي او اي شخص، من ناحيه جماهير، من ناحيه ابغى شرف ولا اي شيء. انا اللي احتاجه بس اليومين ذي راح ابين كل شيء، في شهود موجودين على الموضوع وكانوا موجودين وقت الحادثه. طيب ايش اللي تطلبه انت اليوم من اداره النادي عبد الله؟ ايش اللي تطلبه؟ والله انا ما ابغى ولا شيء، انا ما ابغى ولا شيء الحين، اللي بتكلم انا واللي بقوله انه انا انسان ما اعتذرت ولن اعتذر. اي في المقابل حتطلب اعتذار من فايز المعجل؟ لا لا ابدا، ما احتاج اعتذار، انا ما راح احتاج لاي اعتذار. طيب انا احترم رغبتك انه انت ما تبغى تتكلم، احترم رغبتك في انه انت اخترت البرنامج لتوضيح نقطه معينه في القضيه، انه انت لم تعتذر ولن تعتذر. لم اعتذر ولن اعتذر. عبد الله العنزي حارس نادي النصر، شكرا جزيلا لك. عبد الله، شو الموضوع؟ هذا مشروع جديد للقضية، ومشكلة بين لاعب وناديه، أو لاعب يعني مهم في فريقه وإدارة ناديه. أنا وصلتني روايات كثيرة حول الموضوع. نورنا. طيب أنا ما أعرف عن الموضوع. والله شوف، أنا ضد اني انقل اشاعات يعني غير مؤكده. ممتاز. لكن الشيء اللي انا يعني متاكد منه انه في طرف اللي هو اداري في الفريق الاولمبي، الاداري هذا قديم، علاقته قديمه بعدد كبير من اللاعبين، من ضمنهم عبد الله العنزي. اي الإداري هذا غير سعودي، وموجود طبعا في النادي ويخدم النادي من فترة طويلة. فصار في خلاف بينه وبين فايز المعجل، اللي هو والله أنا من مسؤول عن الفئات السنية مثلا، إداري في الفريق الأولمبي اللي يشرف عليه
فايز المعجل. أي. فحدث الخلاف وابعد فايز المعجل، وكانت بدايه يعني طبعا بحكم عبد الله العزيزي وعدد كثير من اللاعبين يعني يثقون في الشخص هذا، وعلاقته فيه ممتازه، وله خدمات يعني جلب لاعبين وله جهود يعني. فهنا المشكله، لكن التفاصيل وش اللي صار، كيف صار في فجأة. بس عبد الله الحين كلامه، عبد الله الحارس يقول انه الموضوع اكبر كرامة. يقول اكبر من كذا، وانه في كرامه واكبر من كذا يعني. إيه؟ ما اعتذرت ولا اني ما اعتذرت بالضبط. إيه في إيه، انا اقول لك انه الشراره بدايه الموضوع والخلاف اللي انا فهمت انه في هالجانب، لكن انا اقول اداره النصر اذا كان اللاعب ما اعتذر، ليش انا اطلع بيان واقول انه اعتذر؟ صح ولا لا؟ مفروض اني انا عشان ارضي عضو شرف مثلا مثل الفائز المعجل، انا احاول اما ان اخرج بعد اجتماع باللاعب وابين له انه اخطا ويقتنع، وابين له وخليه يعرف وش في البيان. انت تقول انه اعتذر في بيان كبير، وهو يجي يقول لك انا ما اعتذرت، هذه مشكله كبيره. صحيح. الشيء الثاني، اللاعب لما يتوجه للاعلام وانت قلت له الكلام هذا، هذا اكبر خطا. ما مر علينا لاعب على مدى التاريخ دخل في مشاكل مع ناديه وطلع هو المنتصر. الانديه تبقى واللاعبين يرحلون. انت في مشكله يا عبد الله، عندك في النادي كثير من المسؤولين، كثير من اعضاء الشرف، كثير بامكانك تحل مشكلتك بنفسك. انا اقول اداره النصر اخطات في جزئيه انها تقول انه اعتذر في بيان ينشر للصحف وحسم 50% و و و وهو ايش ما 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 صار منه شيء هذا. فهذا يمكن اصاب اللاعب. طيب اللاعب يقول إحباط. انا سالته، توجهت لاداره النادي، قال توجه وعندي إيه؟ اداره النادي كل التفاصيل. انا اقول لك اداره النصر اخطات، ليش انه ايه ليه توصل لمرحله انها تطلع بيان تقول فيه اللاعب اعتذر وهو ما اعتذر؟ كيف شايف الحين المفروض فايز المعجل؟ كيف شايف الان الحين العلاقه اللي راح تكون بين عبد الله وبين العلاقه بين نادي النصر؟ انا اقول فايز المعجل عضو شرف النصر، انا ما ادري وش اللي صار، لكن هو مربط الفرس. هو اذا من الاشياء اللي سمعناها طبعا انه تلفظ الخبر اللي انه تلفظ عبد الله النزي على 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 عضو الشرف، وانه قال كذا وكذا فعوقب عليه. انا اقول يجب ان يكون هناك حكيم لإخماد مثل هذه المواضيع، خاصه وان النصر بحاجه كل لاعبينا. وانا اقول عبد الله النزي وغيره من اللاعبين في اشكاليات تصير في الانديه، لكن هناك طرق عده. صحيح. لعلاجها الا التوجه للاعلام ومحاوله عموما الوقوف. الروايه لا زالت عندنا منقوصه، اللي يحب يوضح عبد الله اذا يبغى يتداخل مره ثانيه يوضح القصه كامله اهلا وسهلا، فايز المعجل يبغى يتداخل يوضح القصه كامله اهلا وسهلا، اداره النصر احنا كل اللي صاير في الموضوع انه اللاعب اتصل وطلب انه يوضح امر معين يخص القضيه، داخل ووضح ما اعطانا تفاصيل اكثر، الروايه لا زالت منقوصه، نحتاج ان الروايه تكون كامله امام المشاهدين، وراح نبحث احنا في تفاصيلها ونشوف ايش اللي صاير. نشوف تقرير مباراه، تبغى تعلق على الموضوع نايف؟ والله يعني على عجاله. يمكن انا اقول يمكن حتى لو حصل خطا، القضيه هنا مش قضيه عبد الله اخطا ولا فايز اللي اخطا، انا في وجهه نظري. أي. القضيه خطا من اداره نادي النصر ان تطلع يعني او هو مش بيان، هو تصريح لاداري في النصر. انا جاني او حتى الاداري جاني خبر تصريح انه اداره النصر عن طريق اداري قالت قبل مباراه التعاون انه اللاعب اعتذر، وهذا اللي يزعج عبد الله الحين. بالضبط، ان تتقول على لسان عبد الله. هي موضوع يعني الخلاف ترى يصير، اللاعبين احيانا يطاقون وتنتهي، وياما في الانديه مشاكل لكن تحل داخل الاسوار، لكن ان تطلع على لساني شيء، ربما انا مقتنع اني ماني مخطي، فلذلك انت لما تطلع تصريح باني انا اعتذرت كانك تحملني انا الخطا. طبعا قد يكون عبد الله هو المخطئ، قد يكون ما اخطا، هذا موضوع ثاني، لكن وصول اللاعب للاعلام معناته انه ياس انه الموضوع ينحل داخل النادي. والله يمكن انا شخصيا، ولا هم قالوا في الاعلام انه انا اعتذرت، اقول في الاعلام اني ما انا شخصيا لو عبد الله سالني اقول له لا ترجع للاعلام، حل امورك بداخلين، وهذا موضوع بسيط يعني. حتى لو
لو يعني تكلموا على يعني اشياء ممكن ان تحلها يعني داخل، لكن الاعلام دائما يكبر المشاكل. ترى ما كبرنا شيء مش انت، احنا ما نتخيل هو اللي طلب بالمداخله. لا لا بس ايا كان ما قلت شيء، انا اقول الاعلام ما يكبر شيء. لا احنا لا يلفون كل المواضيع يجون على الاعلام، الاعلام ما له دخل. يمكن انا اقصد ان عبد الله يعني اعرف وجهه نظري يلجا الى اداره نادي النصر الا اذا يبغى يتداخل، يبغى يعطيك. لكن في النهايه، في النهايه في شيء مهم دائما، انا استطيع ان اوجد اداري لكن لا استطيع ان اوجد لاعب. هذه المعادله يجب ان تكون عند اداره اي نادي، لكن ليس بالمعنى ان اللاعب يطغى ويتطاول على كل شيء، لكن ايجاد اللاعب هذه من الصعوبه، ايجاد الاداري انت تستطيع ان توجد 10 اداريين. اي بس في عضو شرف ايا كان. لا لا ايا كان تركي، حتى الخطا صاحب الخطا يتحمل غلطته. يعني احتوائها كان افضل، يعني احتوائها كان افضل. يعني اداره النصر انا اتصور عضو الشرف مهما كان دعمه، مهما بلغ دعمه وفايز المعجل، من الناس اللي بتقدم دعم يعني مقبول للفريق الاولمبي. لا يمكن انك انت يعني تقف ضد لاعب يعني اهم لاعب يمكن في النصر الحين، او من اهم اللاعبين اللي في الحراسه. ما النصر يفتقد لحراس جيدين، والانديه كلها تفتقد الحراس. إيه؟ والانديه كلها تفتقد. فلذلك انا اقول يعني عبد الله يجب انه يحاول ما يكبر الموضوع هذا، ويحاول انه يعمل على انه يختار مساعدين له في النادي القريبين اللي يردون له يعني كرامته، ياخذون له حقه بعيدا عن اثاره مثل هالمواضيع. ان شاء الله. انا اقول لعبد الله اذا يسمعني، لا الموضوع اقل من ان نقول كرامه وما كرامه، لان الخلاف هذا وارد، يعني شيء طبيعي، ممكن اخطي عليك تخطي علي، ان شاء الله ما يعني ما تصل الى درجه الكرامه.